عرف نفسك. انا سيد سالم، منسق المركز القومي للجان الشعبيه. احنا موجودين هنا بنحاول نحمي الميدان، وبنحاول بسبب الضرب اللي حصل يوم الثلاث مجموعه من الشباب حاولت امبارح تروح عند مجلس الوزراء لاثاره الفتنه بعد الاحداث اللي حصلت، ورجعناهم باستثناء 10 15 حد، اضطرينا نسيبهم هناك ونقول لهم براحتكم، لان واضح ان في حد عايز يجر مشكله ما بيننا وما بين الداخليه. احنا لينا طلبات، ما زالت طلبات الثوره لم تحقق بعد. قالوا لنا في ثوره وفي نصر، لا شفنا ثوره ولا شفنا لغايه دلوقتي نصر. ادي الشهداء لغايه دلوقتي ما خدوش اي حاجه. المجلس الاعلي قال ان هو هيعمل صندوق، رغم ان ده المفروض يبقى فيه قرار او فيه ميزانيه، مش يتقال ان احنا هنشحت عليهم، بس مع ذلك ماشي يحطوا لنا جدول زمني الناس دي هيتنفذ لها المشاريع دي امتى. مش كلام عايم ونبقى بنقول هنعمل. احنا بقالنا 4 شهور ما تنفذش اي حاجه على الارض. احنا عايزين دم ولادنا، عايزين محاكمات، عايزين دستور اولا، عايزين مش عايزين كل طلباتنا مره واحده، بس على الاقل يحطوا لنا جدول زمني يقولوا احنا كل فتره هنعمل كذا. من ساعه ما اتغير النظام لغايه دلوقتي او اتغيرت اشكاله لم ينفذ اي طلب، يا بال ما عملوش حتى خريطه واضحه للمساله. يحطوا لنا خريطه واضحه والناس تقعد في بيوتها، مش سايبيننا ولو ان شاء الله هنعمل. المجلس العسكري حتى هذه اللحظه لم يطلع اي بيان غير رد فعل، يعني الناس تعمل فعل يروح عامل رد فعل. طب تفصل ايه اللي حصل امبارح؟ هي كانت محاوله بشكل ان يتم ضرب ما بين المتظاهرين وما بين الناس، بحيث ان الداخليه تدخل تفض عشان الموضوع اللي بيتحضر يوم الجمعه. انا جاني تليفون الضرب شغال في ميدان التحرير، مجرد ما اتقفل جاني تليفون تاني، الداخليه نزلت بيان بتقول هي هتحاول تفض الاعتصام شحنا للدماء في نفس التوقيت. حقنا للدماء. طب ادوا نفسكم ساعه على الاقل تبينوا ان انتوا اتشاورتوا، مش ان الموضوع مدبر بهذا الشكل. يعني حتى كان في نوع من السذاجه السياسيه. شكرا.